اتجاهات وأعلام، إصدار للعلامة المرجع السيد محمد حسين فضل الله رضوان الله عليه، يحوي سلسلة حوارات فكرية أجرتها جريدة الديار اللبنانية مع سماحته في شؤون المرجعية والحركة الإسلامية. على المرجع أن يقوم بدوره كاملاً بين أفراد الرعية، بأن لا يغمط حقوق الناس الذين ينتمون إلى حزب آخر، سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين، بل عليه أن يعدل بين الناس جميعاً، وأن لا يتعصب لأحد، لأن مشكلة الحزبية خصوصاً في المفهوم الشرقي هي مشكلة العصبية. تتعدد محاور الكتاب وتتنوع حواراته بين الفقه والعلم والحداثة وكذلك السياسة والاجتماع، إضافة إلى مسألتي الحقوق والحريات، ويناقش سماحته تلك القضايا انطلاقاً من مرجعيته الدينية ومن فهمه لموقف الإسلام من شتى القضايا. عندما نريد مواجهة أي قضية ثقافية أو فكرية يختلف الناس فيها، أو أي مقدسات ينفتح الناس عليها ويلتزمون بها، فإن علينا أن نناقش هذه القضايا مناقشة علمية موضوعية، فلا يجوز أن يرجم بعضنا بعضاً بالاتهامات والكلمات الحادة، لأن هذه اللغة ليست لغة التقدم الثقافي، كما أنها لا تؤدي إلى نتيجة. يعرض الكتاب تجارب ومواقف السيد فضل الله رضوان الله عليه في شؤون المرجعية، بغية الاستفادة منه بما يخدم العصر، حفاظاً على سير الإسلام في الحاضر والمستقبل. في هذا المجال أستطيع أن أتحدث عن تجربة ذاتية، فإنني منفتح على كل الحركات الإسلامية حتى التي أختلف معها، وذلك انطلاقاً من موقعي الإسلامي الذي أرى فيه أن من واجب الاهتمام بالإسلام وبأنني موكل بالدفاع عنه، ولذلك فإننا نريد أن ندفع بالحركة الإسلامية عالمياً وندعمها ونقويها، ولكن بشرط ألا تكون هذه الحركة مرتبطة بالاستعمار وما إلى ذلك. اتجاهات وأعلام، كتاب صادر عن دار الملاك عام 2002 في 204 صفحات، وفيه توضيح فكري لمرجعية الإسلام. Thank you.